ونفتح كلها من هنا. من البلاصه من ورا من ورا الطرح. مي شفتها من تما كاينه واحد الثقبه ظهرت لي هي لابسه الاحمر واقفه بحال هوك بحال هوك واقفه بحال هوك. جيت انا مع قر الحيط هنا في هاد البلاصه ها هنا الدريه تلفتت مي تلفتت دارت فيا هوك طلع لي حتى هو ملي طلع لي تبعتو كنجري هنا المسافه قصيره دار دار ملي حبس الوقت الدار طويله شتو قلت لي شوف راه غندير عاد الجدرميه غتقول ليه كلشي اللي كاين هو يرجع عاد كيبوس ليا في رجلي وقال لي ما تشوهنيش سترني ما تشوهنيش مع ولادي ما تشوهنيش مع نسابي قلت له واش الدريه واش تشاد ليا الدريه وباش حسيت ملي لقيت الدريه حالي على صدرها وكتشي تلقى بنتك شادها واحد راه حشومه وعيب وقلت لي انا غادي نمشي ندير للطبيب وغادي ندوز على الجدرميه ومشيت دوزت ليها ودوزت على الجدرميه والجدرميه داوها للدار البيضاء للطب الشرعي ولقاوها مغتصبه الملائر مزيان هذه هي اللي بغيت تعرفها ما تبيعش بنتك وما نبيعش راه بنتي ولو كان يعطوني الملائر راه ما يمكنش الله يرحم والديك ترى واخا نطلب وناكل التراب وما نبيعش راه بنتي الحمد لله وما تحصلش عليا وما تشرفش المغاربه هالقضيه الحمد لله الحمد لله ما يمكنش الحمد لله اجا السلام عليكم معكم دريس وغريس الرئيس الاقليمي للمنظمه الوطنيه لحقوق الانسان والدفاع عن الحريات من المغرب عماله المحمديه. تلقينا شكايه من طرف هذا السيد هذا اللي قدم تصريح حسب التصريحات ديالو على ان بنت ولده تعرضت لاغتصاب من طرف واحد الوحش ادمي اللي ماشي مثلا صغير في العمر او لا مثلا غير عاقل او لا في عمره كدا 60 عام فايت لا روتريت يعني واحد 63 64 65 عام يعني انسان اللي هو بالغ وانسان راشد وحاج ما كنتهموش الحجاج وانما هذا السيد هذا راه كبير وبعقله عارف اش كيدير استغل واحد البنت اللي في العمر ديالها 15 سنه وهي كتعاني من التوحد ماشي غير مجرد توحد فقط وانما منين هضرنا معاها الدريه ما كتعرفش تهضر ما كتنطقش مزيان الكلام ما كيخرجش من عندها مزيان ولو انه واضح هذا الكلام اللي كتقول ما كتكابطيش مزيان لان عندها خلل عقلي البنت من داكشي اللي عاشته مع هذا الوحش الادمي ولات كتعاني من الخوف ولات عندها فوبيا من شي حاجه سميتها عمي كتسمع عمي كتبدا ترعد كلها بدات تبكي قبيله كنهضروا معها بحال قلنا لها عمي بدات كتبكي وكتغوت غيدبحني غيدبحني يعني كان كيهددها في اطار داكشي اللي كان كيقوم به كان كيهددها كيقول لها واما غديري معايا ولا نقتلك الدريه ما عارفاش مسكينه بهذا المفهوم هذا ناقصه في العقل ديالها من طبيعه الحال خافت منه هي دابا هو كيدير معاها داك الشيء كيسحبها غير لعب ما عارفاش هي برا داك الشيء راه ممارسه جنسيه وغير شرعيه وبرا بزاف الحوايج اللي كيعرفوها الناس اللي بعقلهم هي مسكينه ما عندهاش العقل واستغل الجوره واستغل الصحبه ديالو مع جدها استغل على انه راجل كبير وكاع الناس كاع كلها ما تشكش فيه ونتي درتي هذه الفعله حشومه حنا مع هاد الناس هادو مساندينهم كمنظمه حقوقيه ومعنا الاخ السيد نبيل وزاع الامين العام ديال المنظمه المغربيه لحقوق الانسان حتى هو راه مساندها وحتى هو راه معنا وحنا كاع كنا راه متفقين كاع كاملين وكاع كنا يد وحده حتى يرجع الحق لهاد البنت هادي هادي ما بقاش دابا بنت هاد الراجل هذا بوحدو ولا بنت ولده لا ولات بنتنا حتى حنا بنت المغاربه كاملين بنت الوكلاء الملك كاملين بنت المحامون كاملين بنت القضاة كاملين لان هاد البنت هادي كما طرا ليها هي بحال ما هكا مع هاد الوحش الادمي تقدر طرا لولدي لبنتي البنت بنتي حتى حنا عندنا الولاد حتى حنا عندنا الكبده انا الثقه ديالي في القضاء ثقه كبيره الثقه ديالنا في رجال السلطه ثقه كبيره الثقه ديالنا في النيابه العامه ثقه كبيره وعارفين على انهم غادي ياخذوا لنا حقنا انا خوفي من حاجه وحده ولكن اكدها لي يا شريف انهم يتنازلوا حنا ذاك التنازل ما نقبلوش ما مقبولش عندنا بتاتا علاش لانه تقليد هذاك البنت لان ما عارفاش ملي غادا توصل لواحد العمر واحد لاج الى طول الله في العمر غيولي التقليد علينا حنا كاملين كنشاركوا في التقليد لهذا كنعاود ناكد على 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 جده وعلى باها وعلى عائلتها ما تنازلوش ويكون اللي بغى يكون ما يتنازلوش على هذه المساله هذه حنا دائما كحقوقيين هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه كندخلوا في شي قضيه كيجيو مالها كيتنازلوا
كنرجعوا حنا للور كيقول واش داروا هاد الحقوقيين؟ راه العين بصيره وليت قصيره، راه اللي كيهمو الشأن تنازل، ما بقى عندي انا ما ندير. ونتمناو على ان الامور تمشي في المساطر ديالها القانونيه، ونتمنى على ان هذوك الناس حتى هما ما يبقاوش يدافعوا على ذاك الوحش الادمي، ولو انه باهم او لا فاميلتهم او لا شكون ما بغى يجيهم ولا جيرانهم، ما تدافعوش على الوحش الادمي. هذا واش عمره 65 عام وباقي عقله كيدير هاد المسائل هادي؟ هذا راه خصو ما غنقولش اعدام، وانما غنقول خصو الجزاء ديالو باش يكون عبره لواحد اخرين، باش حتى واحد ما يبقى يتقاص لينا في ولادنا. وكنشكروا الجهويه وشكرا على المواكبه وجزاكم الله بخير. السلام عليكم. احلاش محمد النائب او النائب الامين العام للمنظمه المدنيه لحقوق الانسان. حنا كنستنكروا هذا الفعل، هذا الجرم، هذا كنستنكروه، الاستغلال ديال هذا الشخص اللي هو كيبلغ 65 سنه من العمر ديالو، 65 سنه من العمر ديالو، بان عنده الاحفاد، عنده الازهار، عنده بناته كبار وبناته كبار، واستغل هذه البنيه اللي عندها 15 سنه شفتها انا كتبكي وانا بكيت بجنب ديالها، بكيت لان استغلها 15 سنه وعندها عندها عندها المشكل في العقل ديالها، كتبكي وتدير لنا شي حركات اللي كان كيبسون بها من الحياء باش نديرهم انا وكتبكي. هذا السيد هذا كان طالبه من القانون، القانون معروف انه قانون الدوله المغربيه، القانون قضاء على حق انهم ياخذوا لهذه البنت الحق ديالها. وكنشكر الدرك الملكي اللي اعتقلوا في ظرف وجيز، في ظرف وجيز، في ظرف وجيز، اعتقلوا الدرك الملكي وحق معاه وختها بالكلمه ديال هاد جدها، جدها هاد البنت اللي كيقول هذا جدها وهذاك الشيء، عندها باها وامها، الا ان باها خدام في طنجه وامها موجوده هنا، ولكن كيتكلف بها جدها اللي عنده قال لك من مده 3 شهور هو مكلف بها. كنشكروا جميع الدركيين اللي كانوا واقفين بحزم ديالهم واللي خداو الموقف ديالهم بواحد الوقر، والسيد راه دابا معتقل، وكنطلبوا من النيابه العامه باش تاخذ واحد القرار، هنا طاكن فيها باش تاخذ واحد القرار وتحكم بواحد الحكم في صالح، لان الا خلاو هذا السيد كما تيقول جدها الا مشى دار التنازل غادي يخرجوا وحوش اخرين، ذئاب اخرين، اش كيقول في الضمير ديالهم نديرو ويتنازل لينا. هذا السيد راه واعد الصحافه ووعد الراي العام المغربي ووعد جميع الناس بانه ما يتنازلش، كما كنقول لك الا تنازل هذا السيد وحوش اخرين غادي يبانوا، ذئاب اخرين غادي يبانوا ونديرو. وكنطلبوا منه هذا السيد هذا ما يتغراش بالمال، لانه غادي يولي الماده، غادي بعض العائلات ديالهم غادي يغريوه بالمال، كنطلبوا منه ما يتغراش بالمال او يتغرى بشي مسائل اخرى. هذا عيد الاضحى راه جاي، هذا العيد الاضحى راه جاي، يتغرى بكبش ديال الاضحيه ولا بشي حاجه، كنطلبوا منه باش ما يتغراش. وكنطلبوا من القضاء ناخذ الوقت ديالو للنظر في هذه القضيه، لان قضيه ديال المغاربه كاملين كما قال الاخ دريسو غريس حقوقي وما قال الامين العام، ان هذه القضيه ديال المغاربه جميعا، المغاربه جميعا، ماشي نشوف المغاربه جميعا، هذه بنتهم دابا، هذه كما كيقول الاخوان دابا، هذه بنتهم. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يكون خير في هذا المشكل. شكرا للجهويه بريس، شكرا للجهويه بريس.